الياس الياس ثقة وليدي الصباح هذا نوض نوض تاكل على الله ولا عندك شي خدمة إن شاء الله يربي يسلك فيها ونوض حبيبي راه علينا دابا 11 عيان ويا الله وليدي نوض تاكل على الله القيوة ديالك والله يسر لك الأمور شكرا ماما يا حبيبي تاكل على الله شنو عندك اليوم؟ انا جيت غنجلس معاك شويه وغنسلت عاوتاني مشي عند الناس لا ما غنسلتش غنبقى معاك النهار كل اليوم يا نوض صافي موت مالك كتنوض بكريمه انا تعيان شي شويه يا الله حبيبي الله يعاونك والله يسهل عليكم ان شاء الله يا الله قهوه ديالك صافي يلا شرب قهوه باش تفيق لاباس باخر فينك اخويا بان عندي اخويا في الخدمه اخويا نبي متعطلش عليا يلا اخويا الو نبيل صباح الخير حاول تجمع لي الدراري اليوم اخويا عندنا واحد الفلوق ديال الاسئله كيخصو يكون بروفيسيونيل سمعتيني انا غنمشي للقهوه نفطر غنحل عيني ونهضر معاكم ضروري تجمع لي الدراري كاملين نجي نلقاهم في البيرو صافي يلا على مولانا صباحكم مبروك الو السلام عليكم وي سعادة الوكيل وي سيدي امركم بسموعي نعم سيدي نعم سيدي واخا دابا نيت نعم سيدي الو فينك عندنا امر باعتقال الياس القراري غادي نفتح دابا نيت نفتح قومية دابا الطيبية مقهى النسيم يلا توت سويت دابا نيت يلا الله يعاون حالي تصيدت انا وصافي ولكن الحمد لله انا مازال كل ما كنزيد تكبر المسؤوليه عندي كل ما كتزيد صعب عندي الحال ديالك راه هو اللي مارس خويا ديالك والتعب ديالك هو اللي كيخدم معايا ولكن هاني شوف اللي بغا ربي اللي تكون معايا شوف شوف بالي تلعب اول وش يا ابو احمد
دراري خليونا غنهضر معاك ما تبان لك ان هادشي مرحبا ما كاين حتى مشكل ولكن ماشي بهاد الطريقه ماشي بهاد الاسلوب دونك شكرا مون كوميسار ايوا دونك تقدر تكالون دونك واحد الطريقه اللي شويه دابا دير فيها الثقه الياس انا نهضر معاك ان شاء الله انا وضحت شربنا انا وياك قهوه ثق فيا ويا الله ما كاين لا مشاكل لا صداع الاول راه ديما تديروا ليا وتمشي معاكم وتتصيدوني وتتسيقوني الحبس فابور دابا ما كاينش لا انسان في الحبس فابور دابا كاين القانون، إلا كنتي مع القانون تفضل معاه. تيق فيا خير إلياس بغا يكون على خير. صافي ماشي مشكل. خلاص فرشك الناس جوق الله يرحمه، إلا مش عايزين نمشي قضية. الو وي لا مي هاد شي واحد يسول فيك شنو وليدي شي واحد يسول كيسوني شكون يسول ما عرفتش هاي الو الو شكون معايا الو هاكا وليدي دير ليا لو بارلور ما كنسمعش هاكي الو الو وليدي نعم وليدي أويلي واش متأكد أوليدي ها ناري يا حبيبي وشنو دار عاوتاني غا قول لي شنو كاين أنا عطا جري جيب لي الشلابة جري سربي أولدي جري مالك أمي مال إلياس قالك شدو ما عرفتش علاش ولا كنت ضارهم ولا كنت داير شي حاجه بغيت نبقى في الحبس حياتي كامله
ولا ما كنتير ولو قد ربي يصفني ويخليني عيش. أنا موتي هاتشي لك يا ربي تسهل يا ربي يا ربي تسهل. وشا وغيشرب تما دخلت عندي وشا عقارة عقارة الله ياخذ حق هيت ما ظلموني صبرتو والو ديما بقيت نقيم من الداخل ونبقى ديما نقيم من الداخل ما عمركم تبدلوني والله ما نولي خبيت وخا كنعرف نولي خبيت وكنعرف ندير كل شيء ما عمري نولي خبيت ما عمري نولي خبيت انا عايش نقي وخا اخرتي ان شاء الله انا عارف كيف غتكون عارف اخرتي كيف غتكون ان شاء الله باذن الله غتكون نقيه ان شاء الله غتكون نقيه ان شاء الله الله يخلق الله يخلق واش الدراري نهار مرون انت جات تشوف من الصباح هنايا هذا نهار مرون هذا النهار هذا واش دير اش لما ندير قراري الياس قراري علي الياس قون لاشين يوتيوب الماضي ديالو شوفوا فين جالي ما تتكب من السماء شوفوا الياس دار شوفوا الياس طرك مخلينه فاعلينه تاركين له لا انا عايش بصراحه نقول لك انا عايش هذا ما نديرو الشر انا كيبان لي هاد لاشين يوتيوب اللي داير وراه شي حاجه جوستومون يكون كيكاشي وراه شي حاجه راه هادشي علاش حنا منوضين هاد البلباله فعلا انا ما يدوخنيش بهاد لاشين ما يدوخناش كاملين بيان سو حنا غنشوفو كل يوم غنشوف هادشي كامل كيفاش طالع وشنو داير من مور هاد لاشين اش بغى يدير بهاد لاشين واش واحد داز واحد ليكسبيريونس باش يمشي عند طبيب نفساني يداوى ويجي يعيش الحياه اللي داير لاشين تيعاود الناس انا كنت انا فعلت انا تركت ماشي تحريض ماشي تحريض حيت كيفاش بغيت نفهم دري مقتبل العمر غادي يتفرج في فيديوهات ديال الياس الياس انسبيرا من النور راه راه ماشي في الصالح ديالنا بيان سيغ بيان سيغ ركزوا مع داكشي اللي كيقولها الاخوان الياس ما يدوخناش دابا هو باغي يجمع الناس وهذه هي الخطه ديالو دابا تيجمع الناس اللي كيبغيو فهمتي يعني غادي نلقاو بزاف الناس اللي يساندوه كاينين الناس اللي واصلين فهمتي دابا انا كنتحرى عليه يوميا كنسير الخدمه ديالي كنمشي كنسمر عليه ما كيدير حتى شي حاجه مشبوهه اللي كيدير كيكومبوزي موسيقى فلوغات هادشي اللي كاين شي حاجه اللي ملموسه ما كايناش يمكن يمكن ما كيديرش يمكن كيدير كيعرف كيفاش يدير ما تنساش الاكسبيريونس اللي دوز معانا راه ما ساهلاش هو ماشي مصلحته انه دابا يرجع للحبس فكر عنده الناس مزيانين تيفكروا فيه انا كنفكر كي بحالكم ولكن كنفكر بالطريقه الاخرى دابا هادشي ولا مخرب عقلي يدير لي تناقض انا في دماغي ها هو مجرم ها هو نقي زوين باغي يدير فين غتشد دابا حنا خصنا نتاكدوا باللي انه ما غاديش يرجع للحبس وما كيدير والو لاشين راه شي حاجه زوينه الناس اللي مجموعين عليه كيبغيوه كيساندوه شوف كيشري العطف من الناس ما كاينش هادشي هذا كيشري العطف من الناس ما يمكنش يشري العطف واحد ندوز 17 عام بيان سور ما غاديش تجي تشري العطف ديال الناس مواطنين راه كلشي يخاف منه الاخوان الاخوان السيد راه تنظن ندوز وقته وخلص بالوقت ديالو دوز 17 عام ديالو تنظنوا خصنا نعطيوه فرصه في الحياه فرصه مع المجتمع يدوز لهم الميساج ديالو كيما بغى يدوزو وتنظنوا بان الياس قراري راه دوز وقته وخلص بوقته هادشي اللي تنظن اي واحد اي مجرم حنا راه في الحرفه كيما تتعرفوا حنا راه نبقاو ماشي ما نحبسوش هنايا مع الياس مازال نخدموا شوف انا نقول لك شنو كاين حنا كنتبعوا تعليمات والناس اللي سوبيريور عارفين شنو يقولوا حنا غير كنفهموا حنا كيفاش غنتعاملوا مع هاد السيد خدامين في الطيران
باشمر منطق راح نتعاملوا معاه. جيونا لي ميساج من الفوق. حنا في عندنا تعليمات مع الياس قراري. هما ما تعرفوش هاد الياس قراري. جيست ماشي. باغين الياس قراري يجي. دابا حاليا فينا هو؟ بيان سور حطينا كنتسناو الكوميسير يجي باش نبداو التحقيق. حنا غنديروا فيه ما بغينا حتى نوصلوا للحق غادي. بيان سور كاين طرق ديالنا. بيان سور كاين طرق ديالنا غتكون سلميه اكيد الا بغى. الا ما بغاش كاين اجراءات اخرى غتبع. واش انا ما نمشيش لداري؟ وانا شداري انا يا مقانا ديما متبع الياس قراري. شوف الياس قراري عندي ولادي عندي كلشي باغي نمشي استمتع. ما عليكش فين تمشي. انا الا اخر تصيفط لي الميساج هو ناس غير كنحاولوا نفهموا كيفاش غنتعاملوا مع هذا السيد باشمن منطق باشمن اسلوب. ما عندك كي دير تعامل معاه راك شي كي تيغوت كي دير تعامل معاه وجيستمون راك دابا هو كتشوف معاه مجرم ولكن ملي كتقلب الاعمال الاخيره اللي دار كتلقى ما دير شي حاجه ديال الاجرام. ولكن هذا ما كيعنيش انه عنده اكسبيريونس اللي خايفه. خصك تحضر منه خصك تاخذ منه اتونسيون خصك بزاف ديال الحوايج ما يمكنش تجي وترخي هكا في وسط الشعب هاي افيكتي لك الشعب اصاحبي. عندي واحد النقطه مهمه فلاشين يوتيوب شوف الصوره كيفاش كيعطي الناس ولكن قبيله فاش شوف الطريقه ديالو كيفاش كيغوت هذا ممثل خطير. حضرهم النور الاخوان هذا راه ممثل خطير و تيضحك على الناس. شوف اي حاجه قابله للنقاش اي حاجه ممكن تفتر تكون بصح اي تخمين او اي احتمال طرح لنا على البال كاين 60% حتى 80% انه يقدر يكون صحيح يقدر يكون فعلا حيت ما تقدرش تعرف واحد الشخصيه ديال واحد الشخص اللي عاش واحد الباسي خايف واحد الباسي في لونوار دون زان كو تحل كيفاش بغيتي تلقاه كيفاش بغيتي تيتكتيه. دابا هو نفعل نيرفا حيت يقول هادو شنو باغين عندي ما فهمتي شنو باغين عندي هو صحاب ليه راه غادي نجيبوه غنحطوه في بيت فيه ناموسيه وبيرو وتلفازه مع الناس وعندو الفانز ديالو. دابا صحاب ليه غادي نديرو ليه داكشي بحال الفانز ما يمكنش حنا خدمتنا تنديروها حنا الميساج طاح شفناه راه هو كاين لتحت في السيلول صافي. حنا التعليمات قالت ما تخلطوش مع العامه ما ديروش شي مكان اللي هو معروف. عندنا مناطق اكس فين تنخدموا مع مجرمين مع متهمين بالشكل بالنوع ديال الياس قرار داكشي باش حنا حضرنا لهذا المكان في انتظار وصل الكوميسير وغادي يكمل حيتم التحقيق ان شاء الله ونعرفوا شكون هو هذا الياس شكون شنو ولا ان شاء الله. الو وي الكوميسير داك دونك غنبداو داك وعلي داك داك اخوان نبدا التحقيق الكوميسير كلفني باش نجي نجري التحقيق نحققو معاه نشوفو واش كاين في انتظار تعليمات حدا اخرين. هاد الفيلم الامريكاني درتو لي زعما شناهو؟ علاش هادشي كامل؟ مع الله نهضر عليك شكون هذا اللي غيهضر معايا؟ شكون اللي غيسولني؟ هادشي اللي درتو راه ماشي والو هادي راه ماشي مؤسسة واش غتخطفوني؟ هادشي راه كيعاقب عليا القانون حنا راه ولاد القانون ناس إلا خطفتوني بالتعليمات راه ما عندكم باش تنفعوني راه غدروني. ناقصكم عندك شي حاجة بالقانون أجي مرحبا ما عنديش مشكل أنا صفيت وعاش الملك في هاد البلاد وما تخاف من والو حيت اللي قال عاش الملك ما تيقولهاش هو عياش وإنما تيقولها حبا في داك السيد فهمتي الشيف. أنا عاش الملك قلتها حيت تنبغي داك السيد وتنبغي الخدمة ديالو.
انا مستعد نجاوبكم على اي حاجه بغيتو تقولوها. مرحبا سي الياس، كنت جاوبنا على الكيسيون سي طابت. جاوبنا. انا مستعد نجاوب. داكوغ. اوكي سي الياس، عندك فكره على جميل؟ ما عنديش فكره. يا الف قطره. اوكي جبناك على هاد البلد اللي داير، على الجلبه اللي خالق، على هاد الروينه اللي بغيت نوض، على هاد الناس اللي جامعوا عليك، على الافكار ديالك، على كيفاش كنتي وشنو بغيتي تكون بزاف الاسئله. وضحتي لينا داكشي اللي بغينا، غتخلي الامور غامضه غنبقاو هنا. واخا نجاوبك خويا، عطيني عندك ونبدا غنجاوبك. الا عطيتيني حق باش نشرح لك، باش نفهمك، باش نفهم حتى الناس باش يعرفوا شنو هو انا وكيفاش داير. انتم راه ما عارفين والو، الخطا ديالكم هو انكم ما عرفتوش كيفاش تعاملوا معايا من النهار الاول. انا انسان عادي وبسيط، تقلبت على مشاكل، مي انا كانت احلامي شويه غير، وكنت طامح نوصل لشي حوايج بزاف. مشيت تبع الطريق الحرام، ما نساش واحد القضيه، الطريق الحرام نهار اللي بديتها راه بداو ناس منكم هما اللي دفعوني ليها، هما اللي غراوني، هما اللي قالوا لي سير معنا وبيع وشري، ما كاينش اللي يهضر معاك. تعاقبت على هادشي. مبروك عليك 100,000. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك. غتدوخنا ولا؟ ما تندوخ حد. باش تجمع هاد الناس؟ كنجمع هاد الناس باش ندير شي حاجة اللي سميتها كرياسيون، شي حاجة سميتها إبداع. أنا راه كوميرسيال أخويا في التمثيل، في الموسيقى، في الإخراج. وندير استوديو في داري، وشري كاميرا، وكنخدم. أنا هذا هو المتعة ديالي. هي الخدمة هذه، هي لا برودكسيون، هي الإخراج. متأكد من هادشي اللي كتقول؟ كاين حتى شي حاجة أخرى. دارك أنت أنا بجمهور مدمر، حاس بيا وثاق بيا. أنت تمثل. ما كنمثلش، أنا كنقول الواقع اللي داز عليا معاكم. كاين شي هادشي، ما تدوخناش حنا. شي حاجة أخرى باغي نسمعها. أتسمع الواقع أخي، أنا تنقلب على مستقبلي وباغي نبني حياتي. وفي الحلال، باغي نكبر. وليداتي بالحلال، المهم تيقربت تكبر ما بقى حتى واحد غيتبان لي الحال. انا الحرام بعت منهم شحال هذا هادي. مي نتوما اللي ما بغيتوش تثيقوا، ما بغيتوش تفهموا بانني انا راه ما تنقلبش على المشاكل. انا راه هاد البلاد تنبغيها اكثر منكم، واقيلا انت راه كتخلص عليها. مي انا راه كنبغيها باسلوبي وبقلبي. اضرب ادب، ما تغوتش. ما نغوتش الشاف، راه اسلوبي الهضره كان راه شحال من واحد كيبقى يشوف اسلوب الهضره ديالي كيحسب له كنهدد. انا ما كنهددش، ولكن راه هكا تنتعامل مع الناس، لان راه ولفت نتعامل مع الناس خايبه وسط الحبس. راه خرجت يلاه كنعرف كيفاش نتأدبط مع الناس، مازال جا صحابي مازال ما كنعرف نتعامل معاهم. راه انا كنهضر معصب، حيت فريمون اللي داز عليا خلاني نهضر بهذا الاسلوب، راه ماشي كنغوت بالعاني باش نبان ولا باش نعيق ولا باش نقول شي واحد رانا خايب خاف مني، راه ماشي هكاك. ما انا يمكن انا حيت داز عليا بزاف باش نهضر هكاك. الا كنتي كتهضر بصح، هذيك لاشين راه فيها عيالات كبار وفيها بنات الناس. هذوك راه عائلتي، هذوك السي محمد راه هما اللي سيبورطاوني، هما اللي طلعوني في هذا المغرب، هما اللي ثقوا فيا، هما اللي خلوني نعيش بس البشر. انت ماشي شخص عادي، خصك تعرف هذه القضيه. لا اخويا، انت 17 عام ديال الحبس. 17 عام دوزتها بسببكم اخويا، هما اللي تكرفصوا عليا. اي موتيف كنت كنديرو كنت عارف علاش دايرو. اغلبيه المناتيف ديالي كانوا دباس، من الغبره والحشيش كنت ديما تنتابليك علاش، لاني كنت كنستهلك. مره واحده اللي بعت الحشيش ديت 5 سنين ديال الحبس. 17 عام دوزت هذا الحبس بسببنا، هذا موضوع اخر. انا ساليت مع داك الموضوع، فتحت صفحه جديده. انا تهضرني على هذه الصفحه الجديده. راه الملك عفاريا سمعت 2011 خرجت بشواهد زيد من الحبس باش نخرج باش نخدم. شنو الشواهد اللي عندك؟ عندي ديبلوم في لافورماتيك زيد، وعندي باك ادبي، وعندي باك علمي زيد، وعندي دوزيام اني دو لافاك، وعندي لافورماتيك بيروتيك، وعندي لاستاسيون دي ريزو لوكال. وعندك 17 عام ديال الخماج، ديال الوسخ، ديال العنف. شمن عنف كتهضر عليه؟ غتبدل العنف اللي كندافع به على راسي. هذاك راه ماشي عنف اسمه، انا ما كنتعداش، انا ما كنظلمش. ضرب شويه سي الياس.
حنا ماشي اليوم باش نعرفوا شنو درتي ولا الباسي ديالك، حنا بغينا نعرفوا قول لينا شنو باغي دير. درتي لا شانج معتي قجله ديال عباد الله، انا كنت في الحبس، انا مظلوم، انا ضربت، انا فعلت. باغي نسول الوضعيه ديالي كمواطن. وباش تسول الوضعيه ديالك كاينين الناس وشباب كيتانسبيرو داك العنف ديالك السي. لا ما كيتانسبيروش اخويا، لحقاش انا كنصحهم باش ما يتقلبوش وباش ما يتاداوش. داكشي اللي داز عليا انا كان كافيني باش نقول لهم جمعوا راسكم ما ديروا حتى شي حاجه لا تصيفطكم الحبس، حيت عارف شنو غيدوز عليهم تما من القاهره. يمكن انا عطيتهم الشخصيه ديالهم اللي كيحلموا يكونوا بحالها، وكتقول لهم انا راه تضعقت. شحال من واحد قصير باغي يضرب الحبس وكيضرب يدو باش يقول لك انا باغي نولي بحال الياس قراري. واش كتفهم هذا الوعي ديال ولا ما كتفهموش؟ هذاك الولد اللي كتهضر عليه نتايا راه ما تصنتش مزيان الفيديوهات ديالي، راه غير شاف ديك الشخصيه ولا شاف شي فيديو كنعاود على شي قصه ديال الاجرام قديمه كنت دوزها في الحبس ولا في الزنقه وتانسبيرا منها وقال صافي غنولي بحال داك الشخص. ما الا تبع الكونسيبت ديالي كامله وساد راه غادي يفهم بانني انا كنصحهم وكنوجههم للطريق الصواب، الطريق المزيانه، الطريق المعقول، بلا ما يمشيو للحبس وبلا ما يكرفسوا والديهم. تقدر تقول انا وضع زوينه، مواضع زوينه غتكون من الناس خصها توضح لها الصوره بعدا باش يعرفوا انا شنو باغي ندير. انا ما جيتش من فراغ وقلت فوالا عندي كونسيبت، انا عندي كونسيبت راه درسته في الحبس عاد خرجت نديرو في الزنقه. راه ما جيتش وقلت غنولي يوتيوبر، حتى درست عليها وعرفتها وفهمتها وتعلمت، وحتى البيبليك كان متبع معايا نهار بنهار، تتعلمت نقول كل شيء ونعاود كل شيء بلا ما نجرح حتى واحد ولا ما نادي. انا راه ما كنتابع حتى واحد داكشي اللي داز عليا، انا عاودت داكشي اللي داز عليا كمعاناه باش الناس تاخذها عبره. انا ما متابع حد وكاع اللي اداوني لا في المخزن ولا في الحبس ولا في مديرين ولا موظفين، انا مسامح لهم دنيا واخره عن قناتي. باش نقول لك راه واحد ما جبرني باش نسمح شي واحد البلاد الا بغيتي نعطيك واحد الكلمه سيدنا كان تيقول هذه ان الوطن غفور رحيم. انا ماشي بوليزاريو، انا مغربي مواطن. الو انا درت عقلي وخرجت للزنقه، الو حتى واحد ما غادي يأذيني لحقاش انا جالس في بلادي وراني عاود نعاود نقول هذا عاش الملك في هذه البلاد وما تخاف من والو. واش هادشي يا الياس ديال الفلوكس دايروا باش تدوخنا حنا؟ حنا راه ما فكرتش فيكم يا استاذ، ما فكرتش فيكم. لا ما غاديش تدوخنا سي، انا حاولت. خلي الاستاذ تيسالي لا كيسيون ديالك. حنا ما غادوخناش. فاش تسالي الفلوكس ديالك وتسالي تتحيد من الكاميرا فين جاتكم؟ فين جات تمشي؟ اغلبيه تيشوفوك لي فان ديالك اش دير؟ اغلبيه ديالك واش توريهم ربع ساعه في النهار تقمق علينا؟ نقدر نقول لكم انا فين تنقي النهار كامل. الحمد لله انا راه تقريبا كنخرج معايا ثلاثة الدراري ولا أربعة ديال الدراري، الدراري عندهم وليداتهم ومزوجين وخدامين، وأغلبية الأصدقاء ديالي معروفين الحمد لله في قنيطرة، تيعرفوهم معقولين داخلين سوق راسهم، وكون ما كانوش عارفيني أنني معقول ما غاديش يتمشاو معايا وما يجلسوش معايا وما يعطونيش حتى دقيقة من وقتهم باش تفهم، حيت هذوك عرفوا الحقيقة ديالي باش تلاقوا فيا وباش خرجوا معايا وتصوروا معايا حتى في الفيديوهات، راه هذوك أقرب الناس ليا. أنا راه من تنسالي خدمتي كنجلس في داري وتنركز في الخدمة ديالي. أغلبية ديال الوقت كتلقاني في الواد ولا في البحر ولا في لاصال ولا مع صحابي، ما كنمشي لتا بلاصه وما تنجلس مع حتى واحد. الاستوديو دايرو في بيت النعاس ديالي باش ما نخرجش للزنقه، ولا خرجت كنبقى ندور في الطوموبيل ولا كنمشي عند الدراري صحابي ديور. هادشي اللي كاين دابا جيني من الاخر، فهمتيني؟ جيني من الاخر ما تدوخنيش بهاد الهضره. انا مازال تنقولها شكون كيمولك؟ شكون اللي غيموني؟ راه بديت كيتمان السي محمد، راه ما موني حتى واحد، راه بديت كيتمان وتيليفوني وتندير دي فلوغ وتنعاود قصص الاجرام اللي وقعوا لي وكنعاودهم باسلوبي بطريقتي. يمكن طريقه الصرف هي اللي خلات الناس تتبعني، عجبهم الاسلوب اللي كنعاود به، ويمكن داك المعاناه اللي عشت حاولت نوظفها كقصه باش الناس تتمتع بها وتستافد منها وتاخذها كعبره. ما نبقاش نفرح هذا الشيء انايا. شكون بلوكات راه ضروني باش درتهم السي محمد؟ راه هما اللي خلوني نحس براسي بنادم، لان الناس ثقت فيا، لان كلشي كان كيشوفني كيشوف ضربي كيشوف الوشام تيقول هذاك لوشار. علاش؟ ما مشي كلوشار السي محمد، انا انسان عادي. شوف اسي انا راه الاستاذه ديال الفرنسيه وبقى موظف، وانا راه قريت وتربيت احسن تربيه، ولكن الزنقه هي اللي تطيق بها. سكت تربى انا ماشي مجرم باش تفهم، انا ما عمري ضربت شي واحد ولا تعديت على شي واحد. انا كاع نقدر نقول لك دابس مع بزاف الناس، ولكن دابس معاهم في الحبس واللي دابس معاهم في الزنقه كانوا مجرمين. اي في الهضره بزاف اخويا. وسير سول اي بنت ولا اي دري ولا اي ولد ولا اي شي واحد، قول له واش عمر الياس اداك ولا ضربك ولا قرب لك. سير سول جيراني، سول الناس اللي كتعرفني. انا ما عمري اديت شي واحد، انا راه قطه لا شتافاز قال الزنقه راه تجيني البكيه السي محمد. مي الا اداني شي واحد راه نحيدو يدو، راه هكا داير انايا. سير في البلاد تتقول الناس في الفيديوهات ديالك اللي دار شي حاجه نجي ندير ليه، اللي دار واش حنا ما عندنا، ما حنا ما دايرينش انا خدم بلاصتنا، خدم بلاصتنا، خدم بلاصتنا. نصيحه اخويا بعد السياسة، أنا ما قربش للسياسة باش تفهم، أنا بعيد. ادخل سوق راسك. با
الا بعثتوني راه غندخل سبراسي الشاف الا بعثتوني راه غندخل سبراسي ما بغيناش نبعدو منك رونتي حنا ملي بعثنا منك رونتي في الخير رونتي في الخير باغي تصلح المجتمع بوحدك ما بغيتش نصلح انا شنو بغيت دير انا داير كونسيبت فلاشين ديالي الناس راه عندهم الحق يا اما يتابوناو فلاشين ويتفرجوا في داك الكونسيبت عندهم حق ما يتفرجوش كاع الوغ انا مازال لزمت على حتى شي واحد باش يدخل لاشين عندي ويتابونا ويتفرج في داك الكونسيبت الكونسيبت ديالي نقي ما عنده حتى شي حاجه خايبه وما عنده حتى شي تاثير على الناس اباش فهم لان باش نقول لك انا عندي جمهور فيه دراري صغار وعيالات وشباب انا راه كنحاول ندير شي حاجه ديال الابداع كنحاول نحط شي حاجه بغيت نصور افلام بغيت نصور كليبات بغيت نصور بزاف ديال الاعمال ما بغيتش نبقى منحصر غير في جروب في الفلوقات ديال قصص الاجرام انا قصص الاجرام راه الجمهور اللي عندي فلاشين هما اللي تيقول لي عاود لينا على قصص الاجرام انا راه ما بقيتش كنبغي نعاود انا خاصك تشوف قدامهم مجرم عنده ماضي خايب بيان سيو داكشي اللي غيعرفو لا راه خصهم يتقبلوني كيف ما انا سي محمد اي واحد فينا عنده ماضي خايب سواء كان بوليسي او كان جدارمي او كان موظف واخا انا غنمشي معاك بعيد يبقى عنده ماضي هاد الانسبيراسيون ديالك انت ملي كتبقى جالس وتحط واحد الموضوع كتجي تبغي تطرحو انت للناس وتحط شي حاجه زوينه بحالاش شكون تي انسبيريك فين كتشوف شنو الجهات شنو تتبع الاحداث كامله اللي كاينه لاي قناه كتنتمي انت انا ما كنتمي حتى واحد انا راه مواطن مغربي ما عنديش جهه غتحكمني ما عنديش مؤسسه غتدعمني وما غنخليش شي مؤسسه تدعمني وما غنخليش شي جهه تدعمني حيت انا كنخدم على راسي وكنجبدها بحق كتافي باش نحس بها انا كنخدم لاشين يوتيوب كتخلصني كنزيد نخدم كيمكن لي نعيش باقي عندي بزاف ديال البروجيات باغي نفتح قهوه عاوتاني وندير فيها صال جول ولا ندير ريستو ولا شي حاجه الدومين ديالي رجع نخدم فيه ولكن رجع نخدم فيه برزقي هذا هو الكلام ديالك من الاخر ما عنديش من غيره اصلا انا ساليت مع الحد شحال هادي هادو هما الاجابات مع المشاكل كامله شحال هادي ما تنساوش واحد القضيه نتوما راه ما عارفين والو الوقت اللي كانوا بوليس اخر من غيركم راني مشيت ضمن وادوانا علاش حيت كانوا رشاوية وكانوا فاسدين شوف الدوسي ديالك حفظناه حنا راه كاين غير الياس قراري اللي تتعاود في هذه البلاد حنا راه مقابلين الياس قراري الماضي ديالك الدوسي ديالك الباركور ديالك دو ا زد حنا حفظناه راه عيينا نقراو لكم في المقرر راه مزيان راه شي حاجه زوينه هذه راه دفعكم اخويا هادشي اللي كتفتخر به انت وكتبارطاجي مع الناس فلاشين ديالك انا ما كنفتخرش زعما شي واحد اللي خرج من الجلد في السيستم شي واحد اللي باغي يفرض راسو مع في كونتر كلشي ونبغيوك نديوك ما عندك فين ديني انت خاطفنا اوسي شي 17 واحد اخر انت خاطفني انت ما عندك فين ديني لحقاش القانون في البلاد هذا زابوني ما عندهم ما ينفعوك يلا شنو قلت؟ تدخل صف راسك شويه؟ ادخل صف راسي متأكد من هادشي اللي كتقول؟ أنا داخل سوق راسي وغنزيد ندخل سوق راسي كثر، فهمت الميساج؟ داكوغ. وي مون كوميسار، وي جيست أن مو حققنا معاه. نفس الهضرة ديال ديما، نفس لي زيكسكيوز، نفس الأعذار، نفس. ما عندناش شي حاجه اللي ثابته عليه مي نفس الاعذار داكشي تقريبا اللي كيقول في الفلوغات هو اللي كي ها داكو هو كذلك علي ها اوكي اخرج انا نعم شوف ممكن واش حنا تعيينا باش نشوفو خصنا نطلقو الصراح ديالو مونكيت سالا دونك اللي ما درناه اذا نخليوه يبات معنا وكثر شان لايك هادشي اللي كاين دونك غادي نخليوه اليوم غادي نشوفو نطلقو الصراح دراري سيرو ترتاحو هادشي اللي كاين شكرا الشيف لايو سي الياس تبغى ضيف عندنا ياك ولفتينا ماشي شي حاجه اللي جديده عليك قديم ولفتيها بحال هادشي داك غدوز معنا ليله وحده بشي بحال هكا ولكن راك هنا مرحبا Thank you.
عليك على حياتك كامله. جاهد نفسك كابر قرا وتعلم تابر عقب فهم قرايه لباس تحاسن حتى نضادر دوزت حياتي غبابر صبابر مقابر شنابر باقي صابر لعاود لك ماشي باش تقلدنا صاحبي مير غير باش تعتبر تخيل تبات عريان في الظلمه وسط صمه دمعة في عيني وصوره وحده في بالي صوره يمه البرد والكيلوط في يدي مين تكون غيبت لك شريبات المنهار كامل كتسمى فوقاش غير تنعس باش غير تصوفك حلمه كنبان عايش حلم انا مره كان بيني وبين مات غير ميلي كل تخاسر مخسر كلها تخسيره تيتر ديال فيلم كان بنضحك من داخل ميت مقاتل خلي فتيله شعري تشوفني ملعون بالعكس مرضي بعيدة عليا لانا ياك ماضيش حالتي دفنته بالغالي وشبابي خلصته دابا كنشوف غير الفوق بعد على الشبق حتى البرب قلت انا داك خليته خلي بيني وبينكم باقي باقي كان بالكم طاغي حبس نزال هنا تبدلنا تنقينا عشنا مني مازال باغي امال الماضي ما بغاش يموت امال القاضي ما سمعش الصوت امال الماضي ما بغاش يموت كل نهار كنقول دابا كلشي يفوت امال الماضي ما بغاش يموت امال القاضي ما سمعش الصوت امال الماضي ما بغاش يموت كل نهار كنقول دابا كلشي يفوت